بحبها حب مش طبيعي حقيقي، مش عشان هي شاطرة وعشان هي ما شاء الله هو أكبر مسمعها حقيقي جدا، لكن هي كانت وش السعادة عليا، كانت وش الخير عليا. أول حلقة في أول موسم لهذا البرنامج احنا قلنا لو سمحتي من فضلك تعالي شرفينا ونورينا. بصراحة الست متأخرتش وقالت كلام زي الفل، والمقطع بتاعها الفيديو بتاعها على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك جاب أرقام بوم. نوران أنديل منورانا. منور بيكي دايما 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 يا رب. انت البرنامج الوحيد اللي طبخت معايا على فكرة. انا على يوتيوب ماليش اي يعني حد شاف اني بعرف اطبخ غير لما طبخت معاكي في سيزون 1. نوران أنديل خبيرة تغذية يعني بجد تقيلة ودارسة وشاطرة على جنب، وبتدرس بقى كمان يعني استاذه جماعيه والله يا دكتوره استاذه، يا دكتوره واستاذه بس بتحول بقى السوشيال ميديا حاجه وفي الجامعه حاجه حبيبتي انت التقلب. بصي يا نونو، احنا عاملين رجيم في البرنامج اسمه يلا نخس في 5 اسابيع، وامبارح كان عندنا حمله لتخسيس 30 ست والدنيا تمام والحمد لله رب العالمين. عندنا بقى مشكله ان الستات لما بتخس وبتوصل للقصه بقى اللي هتبهدلنا في الموسم حلوة ده حلوه حبيبتي سيبيها فعلا كيوت او كده. لما بتخس ما بنعرفش نعمل ايه بعد ما نخس، فبترجعي تاني لنقطه الصفر. او لو مثلا ست مثلا بتخس 30 كيلو تتخن 10 تمام من ال 30 نثبت ازاي او ما نرجعش لوزننا ازاي او ما نتخنش ازاي؟ بصي رحله التثبيت دي احنا هنقول 7 خطوات عشان نثبت وزننا. اوكي. بس رحله التثبيت اصلا بتبدا اول خطوه اللي هي الخطوه اللي قبل اول خطوه من اول يوم بتعملي فيه رجيم. ترجمي يعني ايه؟ يعني انا ببدا رجيم اصلا وانا ايه البلان بتاعتي؟ انا بخس عشان حد ولا بخس عشان نفسي ولا بخس ليه؟ هي دي الفكره. فلازم عندي هدف. طول ما انا عندي هدف انا مش هرجع اخس تاني، مش هرجع سوري اتخن تاني. في فرح يعني في مناسبه بلاش اخس عشان بلاش بقى يعني عارفه دي كلها حاجات كده مش منطقيه. يعني انت يا رضوى دايما بتحكي عن سكسس ستوري بتاعتك ان انت خسيتي 30 كيلو تمام. انت خسيتي 30 كيلو لسبب معين ولا ان انت خدتي قرار ان انا دلوقتي هتعب شويه عشان ارتاح بعدين؟ مظبوط. هي دي الفكره ان انا لازم يبقى عندي هدف. انا هتعب شويه، رحلة هتبدأ بإرادة بعزيمة يعني بداية جديدة علشان في هدف معين محتاجة أوصله. طب الهدف ده هل إن أنا أخس كم كيلو وخلاص ولا إن أنا أخس بشكل مظبوط وإن أنا أوصل لحاجة أنا أبقى راضي عنها وأكمل وارتاح شوية بعدين، ما أفضلش طول الوقت مش عارفة ألبس مش عارفة أوطي مش مبسوطة مش راضي عن نفسي. ده مش معناه إن التخين مش حلو. أنت قلتي حاجة عجبتني قوي، انا حلوه وانا تخينه وانا حلوه وانا رفيعه، لازم ابقى حابه نفسي. انا يا اختي حلوه في كل الحالات، يا اختي كده حلوه وكده حلوه لازم ابقى حابه نفسي. بس الفكره والله لو انت قدرتي ان انت تبقي مليانه او كيرفي زي ما بنقول وهيلثي يلا بينا. لكن ده صعب، المعادله دي صعبه. انك تكوني مليانه وعندك لياقه بدنيه وجسمك نشيط طول الوقت وعندك انرجي وقادره تطلعي وتنزلي واخده بالك من بشرتك ومن جسمك، الموضوع بيبقى صعب لانه الاكل اللي بتبداي تدخليه بقى في حياتك وانت متقبله جسمك بالوضع ده بيبوظ لك المنظومه الباقيه كلها. فموضوع تثبيت الوزن احنا هنقول 7 خطوات، ال7 خطوات دول اول خطوه فيهم ان انت لازم يكون عندك هدف. هدف يعني ايه؟ يعني طموحي في الموضوع. زي فاكره كده ايام الدراسه، انا عايزه اجيب كام؟ عايزه ادخل كليه ايه؟ انا فاكره وانا في ثانويه عامه انا عايزه ابقى من اوائل الجمهوريه عشان كده قدرت اجيب 99%. لو ما كنتش ده هدفي جبت 99% بسم الله ما شاء كنت الله كنت نرد ما انا نبغى يا جماعه كنت. بس لو ما كنتش هدفي انا جبت 93 وكنت بتنطط على الناس. ده انا نقصت درجه وكنت هموت الدرجات اللي نقصتها. لا ده انا جبت 93 يا امي وقلت لهم بصوا بقى شوفوا بقى هنجيب يعني ايه بقى. ما هي دايما هدفك انت هدفك وانت بداتي البرنامج ده انت كان هدفك تعملي السيزون الاولاني اللي هو متسجل وخلاص ولا انه البرنامج يبقى لايف والبرنامج يوصل لحاجه يبقى ليه بوزيشننج في المنتج؟ انا ما كانش عندي غير هدف لا ولا كان بوزيشننج، ما فيش بقى صراحة مش عايزة يعني أفتي ولا أكذب، ما كانش عندي هدف خالص غير إن الستات تستفيد، بنات وستات تستفيد. عندك هدف بس ده هدف، ده هدف على فكرة إن أنت هدفك. طب أقول لك على حاجة، أي حد هدفه الشهرة مش بيعرف يتشهر، لكن هدفك توصلي رسالة أيوة معينة. أيوة مش عايزة تتشهر. لا بجد أنا بقول لك، ما هو ده حصل مع ناس كتيرة قوي.
حصل مع ناس كتير. طيب. طول ما انت هدفك رساله معينه بتوصلي لها، هدفك حاجه كبيره بتوصلي لها. حلو، هدفنا ان احنا هنخس وهنظبط نفسنا، حققت الهدف، عايزه استمر، عايزه اكمل، عايزه ارتاح بقيت عمري. دي بوينت نمبر 1، اول حاجه خالص الهدف. حلو. تاني حاجه بقى، تاني حاجه انا خلاص بقى عندي هدف، هشجع نفسي، هشوف حد يشجعني، ودي خليها تاني خطوه مش اول خطوه. اول خطوه اشجع نفسي، يبقى عندي هدف، عندي قدوه، عندي حد ملهم ليا، حد بيديني طاقه ان انا اعمل كده. مش اول حاجه اروح لدكتور واقول له يلا خسسني وانا ماليش دعوه وانت ساحر ويلا انت اعمل كل حاجه، انا عايزه اعتمد على حد. لا، حد يروح معايا الجيم، لا، اعتمد على نفسي الاول، الهدف يكون بتاعي انا، الطاقه خارجه مني. أوكي. انا دي أوكي. اول حاجه. تاني حاجه بقى على طول العادات الغذائيه بتاعتي الغلط. انا دلوقتي بدات رجيم، احنا بنتكلم بقى ان انا بدات رجيم وخلاص خسيت، والله انا في الرحله دي عارفه ايه اللي صح وايه اللي غلط. اتعودت افطر بدري، اتعودت اوقف الحاجات المقليه، اتعودت اوقف السكريات، فانا خلاص اتعودت اشرب ميه كتير، اشرب ميه كتير، اشرب حاجات مشروبات معموله بميه نعناع ينسون جنزبيل، اتعودت على الحاجات دي. يبقى انا عرفت ايه اللي كنت بعمله غلط، ايه اللي بعمله صح، يبقى ده اللي اسمه بقى ايه، السلوك او اسلوب الحياه او العادات. ابدا اتبع عادات صحيحه وابعد عن العادات الغلط، يبقى دي تاني خطوه. يبقى انا لحد دلوقتي لا اتكلمنا في اكل ولا في شرب، بكلم حاجات انت صح من بره خالص. تالت خطوه بقى ودي مهمه جدا، الرياضه. الرياضه خلينا نسهل الموضوع على الناس، بلاش سياسه انه انا هشترك في الجيم عشان اقدر العب رياضه، او انا لو مش قادر اشترك في جيم مش هقدر العب رياضه، او انا الرياضه هي اللي بتتعمل في الجيم وعرق واحمر وفرهد في البيت. في البيت ما احنا عاملين على فكره عندنا هنا سيجمنت، عاملين فقرات ازاي تلعب رياضه في البيت، او رقصي رقص حلو جميل الرقص الشرقي ده قمر قمر الرقص ده قمر. طب رضوى الدهون، واتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي بس انا حابه اقوله عندك. الدهون لما حد عنده كرش والكرش ده بيروح، الكرش ده بيروح فين؟ الدهون دي الطبقه التخينه دي راحت فين؟ الناس بتفتكر انها بتطلع بس في العرق او في البول، 80% بتخرج في النفس. 80% ايه يعني ايه 80% بتخرج في النفس؟ يعني انا لو رحت الجيم قعدت اتمرن خلاص بقى قطعت الدنيا على التريد ميل وعلى بقى كل الحاجات وبهدلت الدنيا، وانا وشي ده احمر وعمال اعرق، تاني يوم عضلاتي مش قادر امشي، رجلي كرامبس رهيبه، حصل انه في اسيدز معينه اتراكمت في جسمي والدهون ما اتحرقتش. الدهون دي مركبات كيميائيه عباره عن كربون وهيدروجين واكسجين، دي اسميها. في بينها روابط، الروابط دي محتاجه اكسجين يدخل من بره عشان يكسرها فيطلع ثاني اكسيد الكربون، بيطلع هو معاه الدهون، فالدهون بتخرج اصلا اساسها في النفس. فانا لازم، عشان كده الترينرز الشاطرين قوي بيقعد يقول لك مش مهم تكون بتتمرن معايا الساعه كامله وخلاص بالوقت، المهم نوعيه التمرين، المهم تكون بتتنفس، المهم وانت قاعده شافطه بطنك فارده ظهرك بتتنفسي. عشان كده في تمارين على اليوتيوب، تمارين تنفس، تقدري تقعدي نص ساعه بتتنفسي بشكل صحيح، تمرني جسمك على التنفس، بتحرقي دهون. فالرياضه مفهومها بتاع الجيم او وات ايفر نوع الرياضه مش هو ده اصح حاجه، انا اهم حاجه اعمل حاجه قادر عليها واستمر عليها. طب استني بقى هنا، لو انا دلوقتي انا ست بيت او انا ما بحبش اروح الجيم، انا عنديش وقت، عايزه اقول لك حاجه، انا ما بحبش اروح الجيم، انا هتلحقي كمان ما بحبش sometimes بس برقص صح. هل الرقص في البيت زومبا او بلدي النفس انت بتقولي ده بيطلع دهون؟ مهم جدا جدا. عايزه اقول لك الرقص الشرقي، الرقص الشرقي انا بتكلم بجد بجد، يعني اولا بيخلي مودك حلو جدا، الناس بقى اللي هم في ثانويه عامه ومذاكره واللي هم نيرد كده خلاص ما عندكيش وقت ومودك خلاص بقى بيشد الجسم، قومي بيشد جسمك، هيخلي نفسيتك حلوه، بيطلع الطاقه السلبيه كلها عشان 5 HT هرمون السعاده. طيب. هتلاقيه عالي، هتلاقي مودك اللي بعد. خلصنا الرياضه يبقى احنا مش لازم جيم. الميه، الميه مهمه جدا 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 جدا، الميه كل اعضاء جسمنا محتاجه ميه عشان تشتغل. الميه المفروض احنا كستات 8 كوبايات ميه في اليوم، الرجاله ممكن توصلي لحد 12 كوبايه ميه في اليوم. بتختلف حسب طبيعه جسمك، حسب حركتك، نسبه الدهون. كوبايه ايه كده قصدك يعني؟ الكوبايه، كوبايه الميه العاديه. بصي اصح حاجه، عارفه الازايز الميه دلوقتي في نص لتر، ازيد من نص لتر بشويه، لتر ونص. لازم تبقي هدفك انك على الاقل على الاقل تخلصي اللي هي لتر ونص دي في اليوم زائد حبه كمان. طيب. لكن الناس اللي بتبقى ماسكه ازايزه طول اليوم النص لتر دي في شنطتها لحد اخر اليوم مش قادره تخلصها،
دي مشكلة، دي مشكلة كبيرة. أوكي. احنا كده مقصرين في حق جسمنا. بعد كده بقى بنعود جسمنا، دي خامس نقطة، على نظام هرم غذائي. يعني ايه نظام هرم غذائي؟ في ريجيمات كتيرة قوي طلعت الفترة اللي فاتت، بتلاقيهم شايلين مادة معينة، مفيش كربوهيدرات، مفيش مش عارف ايه، مفيش ايه، كل دي كيميكال، كل دي أنظمة ريجيم بتحقق نتائج. صح. في دلوقتي اكتر من 52 او مش عارفه بقى، اوكي ممكن يكون بقى 54 نظام تخسيس عالمي. صح. لو تشوفي الرانكينج والترتيب هتلاقي مثلا الكيتو فين، ما هو في حاجه غلط، انا بدخل فاتس كتيره قوي. في ناس هتهاجمني، الناس اللي هم الجمهور الكيتو لانه بيخسسهم، بس شعرهم بيبقى عامل ازاي، مودهم بيبقى عامل ازاي، لما بيبطلوه هيبقوا عاملين. صح. ازاي. صح. هي دي الفكره، دي بوينتس مهمه قوي. انا معاكي قلبا وقابا، عشان انا يعني انا طبعا مع احنا بنناقش هنا في البرنامج وبنتكلم عن انظمه غذائيه، بس الطبيعي الطبيعي يكسب، انا ده من وجهه نظري يعني، وطبعا وجهه نظري يعتد بيها الصراحه. هو نظام الهرم الغذائي ان انا بدخل كل العناصر، بدخل البروتين، بدخل الكربوهيدرات، بدخل الدهون المفيده، بدخل كل حاجه. لازم ادخل كربوهيدرات، لكن انا لما هشيل الكربوهيدرات تماما وهبدا ادخلها مره واحده وازود الدهون، في حاجات تانية. الكربوهيدرات دي اللي هي ايه؟ اللي هي النشويات، اللي هي الرز، البطاطس، العيش، المكرونه اخرهم، الرز، البطاطس، العيش البلدي، كل الحاجات دي ما ينفعش اشيلها لان دي مصدر الطاقه بتاعي. طيب. تمام. فانا كده قلت هاكل ايه. في بقى بوينت مهمه قوي، نقطه مهمه قوي، اكل امتى. اكل امتى دي بقى قصه تانية، ان انا اعود نفسي ان انا ما اكلش قبل النوم بثلاث ساعات. يبقى انا دلوقتي مخلي وقت الاكل بتاعي مده معينه، قدرت بقى اوصل لمرحله ان انا اعمل الصيام المتقطع من انجح الانظمه الغذائيه. في ناس عندها السكر خفت من السكر بسببه. ليه الصيام المتقطع يعني؟ لا استني بقى، ما تقوليش الصيام المتقطع، ولو عندك وقت تيجي تشرفينا الاسبوع اللي جاي. ها ان شاء الله نعمل حلقه، نعمل حلقه عن الصيام المتقطع ده، مهم فعلا. بس يلا اتفضلي كمية تثبيت. خلاص اخر حاجه بقى، اخر حاجه، اخر نقطه، احنا خلاص قلنا هناكل ايه، هناكل امتى، هنوقف اكل بس 3 ساعات قبل النوم. الميزان، الميزان يعني من اكتر حاجات الغلط الناس بتعملها، انها تخلي الميزان يبقى هو الحكم الوحيد. اوزن، وحتى لو عايزه اوزن كل يوم، بس مش الميزان بس، لازم يبقى معاكي يا اما مزوره، عارفه المزوره بتاعه الترزي دي، يا اما مقاس بنطلون معين. خصوصا انا بقول على الحته دي، دي اكتر حته عندنا كستات بتتخن وبتخس وبتتاثر، مثبته مقاسي. انا والله مقاسي في الجينز 36، افضل 36، افضل 38. اول ما الاقيه طول ما البنطلون مظبوط عليا، مش مضطره اشفط بطني عشان اقفله، يبقى انا مقاساتي بتظبطها. لكن اول ما الاقيه بقى ضيق وانا مش واخده بالي، يبقى انا جسمي بيتغير. ممكن على فكره ابقى على الميزان نفس الرقم، بس الدهون زادت، فانا شكل جسمي اتغير. طب ادينا بقى الاكلات يا استاذه كده اللي هتساعدنا على التثبيت. احنا قلنا ندخل في النظام الغذائي في سلوك حياتنا الحاجات اللي هتدينا طاقه، وفي نفس الوقت اقدر اكل منها كميات، ما بقاش بقى واخد بالي قوي في الكميات بتاعتي. من الحاجات اللي هي بتعتبر صفر في سعراتها الحراريه او في ان هي تستفز الانسولين فتخزن دهون، الخس، الجرجير، الحاجات دي تاكلي منها. يعني انا مش هقول لك كل دي، لو قد الطبق ده كليه، لو هتملي الطبق ده كله كليه. الخس هيديكي، هيملى بطنك، هيديكي مساحه اكتر، وفي نفس الوقت سعراته الحراريه قليله. الجرجير حلو قوي لشعرنا، حلو قوي لبشرتنا يعني. انا من الناس شويه الجرجير مش بتعود على طعمه قوي، بحس بالمراره اللي فيه، فبحط عليه اي سلطه فيها جرجير بحط عليها حبه عسل، بتظبط طعمه شويه، وممكن تحطي معاها ليمون. بس الفكره ان احنا لازم نحطه في الـ في الـ في البيز بتاعه السلطه. أوكي. تمام. حلو قوي الشوفان. الشوفان اولا هو عامل زي السفنجه كده، بيدخل الجسم باي سوائل جوه، انت بتاخدي سوائل بعدها يملى ياخد مساحه، غير ان الشوفان اصلا مفيد. فانت بتتكلمي في حاجه برضو، الشوفان حلو قوي في الفطار، شوفان بلبن، ممكن تحطي عليه مكسرات نيه، حاجه بسيطه قوي، تحطي عليه قرفه، تحطي عليه جنزبيل، التوابل دي بتعلي الحرق. مفيش حاجه ساحره، عشان نبقى متفقين، مفيش حاجه اسمها مشروبات حارقه للدهون، مفيش حاجه اسمها كده. لو خدتي الحبوب الحارقه للدهون دي نفسها، الجروس هرمون اللي الناس اللي بتوع البادي بيلدينج بياخدوه حقن، لو خدتيه كده اكل مش هيعمل حاجه، عشان كده هم بياخدوه حقن. اي حاجه هتعدي بطريقتها الطبيعيه وجسمك يستفيد منها والباقي هيخرج. يبقى انا مفيش حاجه هتعمل لي تغيير جذري. الشيا سيدز. طب ازاي الجنزبيل ما بيساعدش على؟ بيساعد،
حلوه كلمه بيساعد، بس انا هاخد جنزبيل بعدها هاكل واحده بيتزا لارج دبل اكسترا. مفيش بقى متكي ما تتهميش الجنزبيل نوم بقى ست ساعات عشان الجنزبيل بريء. طيب اتفضلي. الشيا سيدز اللي هي بذور الشيا دي ميزتها ايه؟ بتسد النفس، فيها اوميجا 3 للناس اللي هي مش بتقدر تاكل سمك كتير فهي معلقه واحده بس على الزبادي، هتحطيها في وسط السلطه، بتعملي كيكه جزر تدخليها. اللي قصدي احنا كستات نقدر ندخل الحاجات دي طول ما هي موجوده في مطبخك هتستخدميها. اوكي. هتستخدميها عشان ما تبوظش، هتستخدميها عشان انت اشتريتيها. أوكي. المهم ان الحاجات دي تبقى في مطبخنا. مهم قوي القرفه، احنا قلنا القرفه على الجنزبيل على الكمون مطحونين في برطمان. صح. هتحطي عليهم ميه سخنه وحبه ليمون. حاولي تتخيلي ان ده مثلا حمص الشام لانه طعمه صعب شويه، هيسد النفس، هيعلي الحرق بعد فتره لكن مش على طول. الخيار مثلا، الخيار مع الجنزبيل الطازه، احنا هنا قلنا الجنزبيل المطحون، الخيار مع الجنزبيل الطازه مع بقدونس مع ليمون بقشره في الخلاط وميه بارده، وحطي كميه الميه اللي انت عايزاها وصفيه واشربيه، هتتعودي على طعمه. في ناس من كتر ما المشروب ده افكتيف مع بشرتها ومع شعرها هم سموه المشروب الاخضر السحري، لانه فعلا الناس اللي وظبط عليه فتره لقت ان دهون بطنها قلت شويه وبطنها بدات تدخل جوه شويه. تمام. فندخل الحاجات دي، نتعود ان احنا ناكل الـ 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 الخيار كده، يعني نتعود على طعمه اهو الخيار. نقنقي بقى في الخيار. الجزر، فكره ان انا رايح الشغل، طب انا رايح الشغل، رايح الجامعه، رايحه نازله مع اولادي التمرين، الشتاء جاي مش هيبوظ الحاجات دي، مش هتبوظ. ثانيه واحده بقى، ولا انا هنا واقفه. يقال ان الموز والجزر بتخنوا مش مستحب لان في سكر او في صح. اقول ارد انا جاهزه. رد بيه. مين الشاطر اللي جاب الموز ده يا جماعه؟ انا حبيته قوي. الموز مين الشاطر اللي جاب الموز؟ الموز كل ما يكون لونه اخضر وكل ما يكون ناشف، كل ما بالعقل كده بديهي الالياف اللي فيه اعلى، كل ما يكون طري كل ما الالياف اللي فيه اتكسرت وتحولت لسكريات مباشره. فخليكي في الموز اللي كده، هي دي الفكره. كل اي فاكهه طول ما هي كرانشي، طول ما هي بتقرمش شويه، كل ما نسبه الالياف اللي فيها لسه سليمه بطبيعتها. عشان كده هل هو عصير القصب زي القصب؟ لا. العصير انت خدتي السكر بس. تمام. الاناناس اي حاجه فيها الياف، التفاح تاكله منه بكميه، في حاجات كده اللي هي بنقول ايه كله منها بكميه، اليافها حلوه، سعراتها الحراريه قليله، مش بتستفز الانسولين للناس اللي هي بيبقى عندها مقاومة الإنسولين. البنجر، البنجر حلو لكل حاجة ممكن تتخيليها في الحياة، يعني البنجر حلو للشعر، حلو يعني كله منه لحد ما يبقى لونكو بينك. أوكي. البنجر. و إيه تاني؟ ودي بذور عباد الشمس اللي هي اللب السوري، بس بتكون بتتعمل بطريقة معينة كده. بذور عباد الشمس مش اللب السوري. اللب السوري بيبقى عليه طبعا متحمص ومتملح وحاجات كده، احنا مش عايزين ملح ده عشان ما ياخدش مية. أوكي. من الجسم. وده إيه بيتغلي؟ لا ده بيتحط كده على طول، حطيه على الشوفان، حطيه على لبن، بيتاكل على طول، بتعمل منه معظم المخبوزات عادي جدا، طعمه ظريف جدا لما تحطيه على الجرانولا، الناس اللي بتحب الجرانولا. نعم يا استاذ حلوين. حصل ايه؟ هو انا ينفع اكله دلوقتي؟ ايوه على فكره هاتي معلقه. طب على فكره هيعجبها جدا. لا ثانيه واحده. بيعزوكي قوي. تحدي. ها استاذ حلوين بيتحديني في تاني حلقه من هذا البرنامج. يلا بينا. هاتي بقى. على فكره طعمه ظريف. نطلع فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه حلو. طعمه حلو قوي. وفي منه محمص. نونو انت نورتينا النهارده. منور بيكي دايما. بجد لو عندك وقت الاسبوع الجاي تبقي معانا نتكلم عن الصيام المتقطع. ان شاء الله. يلا بينا. قبل بقى في بقي مفقعين القصه مع البلا. قمر تشتت فظيع. مشاهداتي عزيزات، كان معانا نونو نورهان قنديل. اديتنا 7 خطوات ازاي نثبت الوزن بعد ما نخس. خليكم معانا وتابعونا ومازلنا معاكم وهي مو بس.